السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحد الذي يأتيكم كل يوم أحد أسبوعيا في الساعة العاشرة ونصف ليلا بتوقيت تونس مع فضيلة الدكتور محمد علي حراث آه نعم سيعود معنا الدكتور محمد علي حراث آه كالعادة آه أطلب من الإخوة آه والسادة المشاهدين مشاركة وتوزيع هذا البث على بقية الصفحات والمجموعات. حتى تعم الفائده وتصل المعلومه الى اكبر عدد ممكن من المشاهدين. برنامج منبر الاحد يتناول قراءه اسبوعيه لاهم الاحداث العالميه والوطنيه. نبدا دائما بالاحداث العالميه ونرى تاثيرها على المستوى الوطني. دكتور محمد علي حراث مرحبا بك. اهلا وسهلا ومساء النور والمعذره على التاخير. لا ما فيش مشكله. آه آه ان شاء الله سنتناول في هذه الحلقه الشان الروسي الاوكراني. هنالك مستجدات وهنالك تطورات خطيره وسنتناول ايضا الشان الصيني وعلى المستوى الوطني سنتناول بشكل مكثف وبشكل خاص الاتفاقيه الجديده بين تونس والاتحاد الاوروبي عن طريق هذه عن طريق ميلوني. دكتور احداث كالعاده الاحداث متسارعه في العالم. ولكن الان وكانه هنالك جبهه جديده بدات تتكون حيث تصاعدت حده التوتر بين روسيا وبولندا مؤخرا اثر نشر وارسو عدد من قواتها على حدودها مع بيلاروسيا وسط مخاوف بشان وجود مجموعه فاغنر العسكريه الروسيه الخاصه في المنطقه واذكر و... وذكر, و... وذكر الساده المشاهدين وذكر انه تم نشر تم او تمرك... تمركز مجموعه فاغرنر في بيلاروسيا بعد التمرد الذي قادها زعيمها يفغيني بريغوجين ضد القياده العسكريه الروسيه الشهر الماضي هنالك مخاوف بشان استقرار بلدان عديده خاصه في اوروبا الشرقيه والان نرى ان الجبهة البول... البولونيه الروسيه البيلاروسيه الجبهه البولونيه البيلاروسيه تعيش فتره توتر توتر جديد هل يمكن ان تفسر لنا ما هي اسباب التصعيد الخطير في الازمه بين روسيا وبولندا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. التطورات هذه متناسقه مع مع الماضي نرجع كما قلنا انه الان روسيا واوكرانيا او بالاحرى روسيا والدول الغربيه وصلوا الى مرحله نتاع ما ثمش حل وسط ما زالوا ما وصلوش الى حل وسط الامريكان ومعاهم الانجليز يعتبروا انه قريب الوقت باش يركعوا روسيا الروس خذاو خطوات صعيب ياسر باش يتراجعوا عليها التكلفه بدت تكبر بالنسبه لبيلاروسيا وبولونيا هما اللاعبين ثانويين يعني معناها ما همش هما اللي حدوا المسار بيلاروسيا يربطها اتحاد مع روسيا معناها بولونيا شو اسمه بيلاروس هذه هذه بيلاروسيا عندها اتحاد مع مع روسيا معناها عندها اتفاق نتاع اتحاد مع روسيا وبولونيا اللي هي هذه عندها الطموح حتى في اوكرانيا عندها الطموح في اوكرانيا وفي بيلاروسيا وفي دول البلطيق لانه بولونيا القديمه من تداعيات هذه الحرب هي اثاره النعرات اليمينيه الجديده معناها مش ميلوني فقط هي يمينيه في ايطاليا وتؤمن بالاستراتيجيه اللي عملها اللي عملها شو اسمه برلسكوني؟ لا لا نتاع متع... شو اسمه الفاشيه النظريه الفاشيه اللي هما بمقتطاها احتلوا احتلوا ليبيا واحتلوا اثيوبيا او ونعم و... نعم هي موسوليني من ابرز الوجوه نتاعها ربما موسوليني هو اللي نفذها باعتباره هو اللي كان شد شد الحكم في ذلك الوقت لكن عند منظرين كبار وهم متاثرين بهم القوميه البولونيه البولونيين تاريخيا المملكه البولونيه كانت كبيره ما كانتش شفت هذه نعم هذه هذه بولونيا اللون الغامق هذه كانت كانت تضم كل الاراضي هذه كل المنطقه هذه كلها كانت كانت تابعه بولونيا فيكيا وسلوفاكيا ونسبه كبيره من اوكرانيا يعني نسبه كبيره من اوكرانيا ومن بيلاروسيا ودول البلطيق اللي هي استونيا لاتفيا لاتفيا ليتوانيا و... نعم ليتوانيا ولاتفيا واستونيا نعم هذوم الدول هذه في في النظره القوميه هم عندهم ذلك الطموح الان منذ بدايه الحرب وقع حاجتين مع بولونيا اول حاجه تخلصت من الاسلحه السوفيتيه اللي عندها اعطتها الأ... اعطتها لاوكرانيا مقابل أن الامريكان عوضوهم باسلحه اخرى امريكيه ومن وقتها بداوا يستثمروا ويشروا في الاسلحه ورفعوا تعداد الجيش نتاعهم ربما الان من الناحيه العدديه الجيش البري ربما يوصل الان الى الجيش الثالث في في حلف الناتو بعد بعد الامريكان والاتراك هذه وين توجه بولونيا لكن نرجع للـ... للـ... للمعركة الحقيقية اللي هي ما بين الدول الغربية بقيادة الانجلو ساكسون اللي هما الامريكان والانجليز ومن ناحية الأخرى روسيا هو محاولة كسر العظم كما قلت لكم روسيا ما تنجمش تتراجع على الوراء معناها ما تولها ما ما لا يقل على 200 ألف عسكري ما روسي أوكرانيا مهتكة يعني أوكرانيا دمرت تدميره يعني شعبها انقص شعب انقص بالثلث ثلث الشعب مشى آه القتلى فيها حساب اسلحتها وين الجيش الاوكراني هو الان يطلب الجيش الاوكراني يطلب في دبابات غربيه مو كان عنده دبابات قبل الحرب دبابات من صنع سوفيتي كلها مشت كلها تدمرت يعني صحيح روسيا قاعده تتلقى في ضربات قويه من الجانب الاوكراني والجانب الغربي لكن في نفس الوقت اوكرانيا عمل عمل تدمر يعني يقع تدميرها كثير الامريكان ينجموا يوصلوا في الحرب علاش ينجموا يوصلوا في الحرب لأن هما اكبر حتى من الناحيه الاقتصاديه هما اكبر مستفيدين من الحرب يعني الان امريكا بدات تتصدر في الغاز نتاعها الى اوروبا الى اوروبا وباسعار ف... اسعار مضاعفه مضاعفة <applause> نعم مضاعفه مضاعفه يعني يعني اخذت اخذت اللي حاجتها به معناها بالنسبة للأمريكان الآن حتى بالنسبة التضخم في 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 أمريكا انخفضت إلى تقريبا ما يقارب 3% اللي هي نسبة معقولة ومقبولة جدا بينما في أوروبا ما زالت الانفلاسيون يعني معناها ما زالت طالعة برشا نسبة التضخم ما زالت طالعة توصل ل 10 و11 و12 وفي بعض الدول 15% ما هذا من ناحيه، الناحيه الاخرى كما قلت لكم راهو الروس الان عندهم مشكله كبيره انهم ما يقدروش يتراجعوا الى الوراء، ثم اصوات تتعالى هنا وهناك لكن مزال هذا الدليل شنو هذا الدليل أن الحرب مش تتواصل يعني مش قضيه باغنر وبيلاروسيا وبولونيا هي انه قطبي المعركه يعني غدوه لو الامريكان والروس يتفاهموا توفى الحرب توفى الحرب وتتحل مشكله بولونيا بولونيا تسكت وبيلاروسيا تسكت لانه في نهايه الامر بولونيا ما تنجم تتحرك الا باذن الامريكان وبيلاروسيا ما تتحرك الا باذن الروس يعني لو يتفقوا الكبار الصغار يسكتوا آه لكن لا بوادر للاتفاق في الافق فماش حتى بوادر للاتفاق في في الافق هذا شنو باش ينجر عليه وكل عاده نربطوه بالوضع في بلادنا وفي تونس وفي بعض الدول الاخرى وخاصه بالنسبه لنا نحن يهمنا تونس انه هذا شنو نجر عليه نجر عليه انه البحر الاسود مازال مكان معركه مكان حرب وهذه دكتور سامحني وهذه نقطة مهمة هو في الحوار لكن تجبت الآن البحر الأسود، الناس الكل الأسبوع الماضي لو تتذكر تحدثنا أنه هنالك تطمينات من الطرف رئيس تركيا أردوغان أنه سيتواصل اتفاق الحبوب وسيتم التمديد فيه، تفاجأنا جميعاً أنه تم إلغاء هذا اتفاق الحبوب ولن تسمح روسيا بتصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود. الاتراك يبدو لي بداوا ينظروا مش مش من الان هم دائما الاتراك دائما خلف مصلحتهم يعني وين مصلحتهم وين هم الاتراك منش مش, يدخلوا في مواجهه مع مع الدول الغربيه يعني مستحيل باش يدخلوا في مواجهه مع الدول الغربيه لانه لانه مصيرهم واقتصادهم ودنيتهم كل مربوطه بالدول الغربيه فثم اتفاق هذا بحر ازوف هذا هذا المغلق هذا البحر ثم كتيبه نازيه كان اسمها كتيبه ازوف ازوف بريجيد كان البريغادة نتاع نتاع ازوف كانت متمركزه هنا في بحر ازوف وكانت تذكروا في بدايه الحرب عملوا مواجهه عملت مواجهه بينهم وبين الشيشانيين وهزموهم الشيشانيين وفي ميروبول في مدينه ميروبول وخرجوهم ولكن اغلبهم اغلبهم مسكوا مسكوهم هنا في المدينه هذه ميروبول وكانت كبرت وتطلع المدينه. أيه. آه... نعم. ف اي هنا فمسكوهم ال الاتراك اسمهم الروس الشيشانيين الشيشانيين مسكوهم اسرى ولكن وقع الاتفاق انه يقع تسليمهم الى تركيا والاتفاق مع تركيا ان تحتفظ بهم في الاراضي التركيه بالطريقه التي تراها الى نهايه الحرب اخر مره لما زيلينسكي زار اردوغان تركيا قررت اطلاق سراحهم وهذا زعل الروس برشا يعني الروس ما انا حسوا بكانها طعنة في الظهر يعني كانوا طعن نعم ولذلك اردوغان يعني اسهم عند الروس نزلت لكن بالنسبه لل... بالنسبه للروس انهم هم يحبوا يضيقوا الخناق على اوكرانيا والان بدت تتعالى اصوات داخل روسيا بضم منطقه اوديسا وقطع وقطع دابر اوكرانيا على البحر نهائيا انه اوكرانيا ما عادش يولي عندها مخرج على البحر الخطه هذه كيفاش باش تجي انه لو لو تطلع البيلاروسيا الفوق لو تطلع البيلاروسيا الفوق الان نعم. شنو على خليها خليها, خليها هذه بيلاروسيا الان الروس كانوا كانوا, كانوا فاغنر كانت لهنا كانت في 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 شرق اوكرانيا إيه وكان نعم. كانت هنا في فولغراد فول فول نعم اي كانت على امتداد الساحل هذا كله هذا كل المنطقه هذه الشرقيه الكل على الامتداد كان عندهم كان عندهم كتائب موجوده موزعه في المنطقة وعندهم جيش عندهم جيش يقدر ب ألف عنصر مدربين جيد يعني مسلحين جيد الان كان عندهم احتكاك مع قياده الجيش الروسي القياده التقليديه للجيش الان اخذوهم لهنا اخذوهم لهنا الى بيلاروسيا وبيلاروسيا الروس اعطوا اسلحه أسلح نوويه لبيلاروسيا واعطاهم الطائرات واعطاهم المدافع اللي يوصلوا بها الاسلحه النوويه معناها بلغه اخرى التصعيد من طرف من طرف الروس ضد ضد الدول الغربيه يعني انه اذا كان باش تغزو بيلاروسيا راه بيلاروسيا تضرب بسلاح نووي بمعنى انه بيلاروسيا صارت دوله نوويه من الدول النوويه المعلنه وهذا عكس يعني ان هنا روسيا اخلت باتفاقياتها الدوليه امتاع نون اللي هما اللي هي المقصود اللي مقصود منها عدم الانتشار معادة عدم الانتشار النووي يعني انه خمسه الكبار اللي عندهم السلاح النووي بريطانيا وفرنسا وامريكا وروسيا والصين اتفقوا بيناتهم انه انه ما يعدوا يعملوا معاهده بعدم الانتشار النووي، يعني ما يخرجوش السلاح النووي للدول الاخرى. روسيا الان كسرت المعاهده الدوليه هذه لأنها علنا دخلت رؤوس نووية ودخلت أسلحة نووية وصواريخ وطائرات قادرة على حمل الرؤوس النووية والصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية <applause> وجابت فاغنر الحاجة الثانية علاش قلت لكم المرة اللي فاتت كانت تذكر لما سألتني قلت لي ممكن فاغنر يحطوهم في الحبس وكذا قلت لك الروس ما همش ما همش معناها أغبياء للدرجة هذه أنه عندهم <applause> عنده جيش يربطوه في الحبس جيش يبعثوه يقاتل مش يربطوه في الحبس فالان شنو عملوا لهم بعثوهم هنا الى 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 حدود بيلاروسيا الى بيلاروسيا شنو اضطروا الاوكرانيين؟ الاوكرانيين اضطروا انه يحطوا جيش لهنا لانه قبل اظهرهم محمي من تالي ما عندهمش مشكله فعندهم جبهه واحده جيشهم مركز على شرق اوكرانيا الان اضطروا انه جزء من الجيش نتاعهم يمشي الى الحدود مع اوكرانيا مع مع بيلاروسيا خوفا من ماذا؟ خوفا من انه فاغنر تدخل من حدود بيلاروسيا الى اوكرانيا الاستراتيجيه بتاع الروس هو التشتيت تشتيت قوات العدو كيفاش باش يتشتتوا قوات العدو اولا عنده في شرق اوكرانيا ألف كيلومتر جبهه ممتده الان طلعوا له بعثوا له ناس ما فيش حرب ولا حاجه ولكن رانا فاغنر ممكن ندخله في اي لحظه رانا في اي لحظه نعمل هجوم نعم مستنفرين هنا هنا ولا عندهم استنفار مع البولونيين يعيش البولونيين في 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 امكانيه أن يصير لهم مشاكل ولذلك البولونيين الان في عود يرسلوا الاسلحه والرجال والاموال الى اوكرانيا يولوا هما يحتاجوها لهنا الروس الان بدات اصوات داخل البرلمان الروسي تنادي بماذا لو ترفع الفوق شوي توصل تاخذ لي أهبط البحر الاسود طلع الخارطه شويه لا لا كبره اي خل... خليك كبر شوي كبر تو يا زوم ان زوم ان ايوه زيد شوي زوم ان ايوه خليه هنا المنطقه هذه شوف المنطقه هذه اللي هي داخل مولدوفا هذه المنطقه هذه الشرقيه هذه المنطقه من الشرقيه اللي باللون الازرق الحدود بتاعها باللون الازرق الفاتح يمكن الازرق هذوما آه. روس هذوما انفصاليين روس داخل جمهوريه مولدوفا. وصار حرب بينهم وبين الجيش المولدوفي ودخلت روسيا وعملت اتفاق هدنه والان ثم عسكر الروس غادي وهما ميليشياتهم ميليشيات نتاع نتاع الانفصاليين الروس اللي هنا. مه. الفكره شنو؟ انهم هذوم يتحركوا في في اتجاهنا الجنوب الغربي لاوكرانيا. يعني يحتلوا رجع البحر الاسود زوم اوت شويه هذه المنطقه يت... هذه آه ايوه يعني. دونك يولوا؟ يولوا يهاجموا المنطقه هذه والروس يهاجموا المنطقه هذه ويقطعوهم على البحر نهائيا يعني هذه هذه بعض الاصوات فربما ربما في الاشهر القادمه ربما نشهدوا معارك في منطقه اوديسا وال... والمناطق هذه باش يولي يقطعوا الروس يقطعوا الاوكرانيين على البحر نهائيا، ما عادش عندهم مخرج على البحر. وهذه مش تكون معركه كبيره، ولذلك الامريكان بداوا الان اعطوا الموافقه على اعطاء الطائرات الاف 16، وعطوا الموافقه على الصواريخ طويله المدى. لانه يعني توصل مثلا هما من هنا يضربوا وين يضربوا في في جزيره شبه جزيره القرم. يضربوا لهنا. فهذه اللي باش اللي باش ينجر عليه هذا كله انه البحر الاسود يصير بحر معسكر فيه مشاكل ووقتها القمح نرجع لمشكلة القمح والزيت لانه الزيت اغلب الزيت يجي من اوكرانيا العالم كله مش كان تونس والقمح من روسيا ومن اوكرانيا هذوما المنطقتين مش يتسكروا هنا في البحر في البحر الاسود يعني البحر الاسود هذا ايش باش عليه باش تبقى لنا المشاكل متاع انعدام الخبز ومتاع القمح ما ثماش والفرينه ما ثماش والزيت ما ثماش وهذا الكل ما ثماش نعم. لانه هذه اهم الاماكن اللي نستوردوا منها به هنا يقول قائل ما ثم نجم نستوردوا من فرنسا ولا نستوردوا من استراليا ولا من كندا كل... من امريكا نعم اي هذه كل دول تنتج القمح لانه لما يغيب لما لانه الاسواق هذه عرض وطلب نعم. واللي يبيعوا واللي يبيعوا في القمح شركات مش دول شركات خاصه لما يغيب القمح الروسي والاوكراني على السوق شنو يبقى؟ يبقى كان القمح ال... الكندي والاسترالي وال وال, وال... والقمح نتاع الدول الاخرى المعروفه وفرنسا عزت عندها قمح عندها انتاج طيب هذوما السعر نتاعهم طب يطلع الفوق هو يبقى. قالوا حسب بعض الاحصائيات قالوا سي يعني سيصعد سعر القمح الى 13% في الثلاثة أيام القادمة، وهاو الآن فمّا تعليق من من أخ موجود معنا يتبع، قال الهند منعت تصدير الحبوب. مش عارف المصدر صحيح ولا لا، أخونا كان يأكد لنا أو يعطينا مصدر. يعني لهنا فعلاً سعر القمح على ما يبدو سيتضاعف بشكل كبير. نعم، وما تنساش إنه معناها صعود أسعار القمح ورانا نحن في الصيف، يعني في موسم الحصاد. الناس تحصد. نحن يعني في موسم اذا غلا في موسم الحصاد فما بالك بالمواسم الاخرى لانه في موسم الحصاد عاده ديما ديما الموسم ترخص فيه السلع فهذا هو اللي باش باش تنجر عليه آه معناها هذا باش هذا باش ينجر عليه الغلاء المشكله الغلاء اللي نشوفوه في تونس وفي في برشا دول فما برشا دول عندهم فلوس باش يشريوا مثلا الجزائر الجزائر عندها فلوس باش تشتري دول الخليج عندها فلوس باش تشري برشا الدول الافريقية عندها فلوس باش تشري او عندها جزء من انتاجها معناها انتاج مقبول لكن نحن رو مشكلتنا رو نستوردو في ثمانين في المئة من حاجياتنا من القمح اللين ثمانين في المئة نستوردو فيه والشعير نستوردو فيه والقمح الصلب نستوردو فيه معناها كل الفرينة اللي نصنعو منها الباتيسيري وكل الحاجات هذيك نستوردوا فيها والقمح اللي نصنعوا منه الكسكسي رانا نستوردوا فيه والزيت نستوردوا فيه والسكر نستوردوا فيه فهذا كله وما عندناش صادرات حقيقيه يعني ما عندناش مبيعات كبيره نجموا نفسه بها في العالم اللي نجموا ندخلوا بها برشا عمله صعبه وهذه هي الورطه نتاعنا في تونس واللي هي ورطه متواصله واللي الى الان ما شفناش منها مخرج كبير نعم نعم تعليق من خونا نصر قال الهند منعت تصدير الرز والاخ اللي موجود على اليوتيوب من عرش الاسم انا ما نجمتش نقراه قال منع تصدير الحبوب بصفه عامه ان شاء الله تثبت في المعلومه والاسبوع القادم نتناولوها بالشكل الصحيح هو طبيعي جدا حتى باكستان منعت تصدير الرز يعني باكستان <applause> اي حتى باكستان الدول الدول تشوف الدول تشوف مصالحها بمعنى انا عندي شعب نقولوا باكستان عندها 220 مليون تعرف قداش الاستهلاك نتاعها باكستان قداش تستهلك انا كشعب قداش نستهلك في العام نحن معروف نحن مثلا في تونس نستهلك تقريبا 30 مليون قنطار يعني نعم. يلزمنا عارفين كل واحد يعرف كل واحد يعرف الاستهلاك نتاعه فلما انت تقارن الانتاج نتاعك بالاستهلاك نتاعك وتشوف انه ربما الانتاج يدوبك يغطي استهلاك تولي تمنع التصدير لانه لو تصدر معناها مش يصير عندك ديفيسيت يصير عندك يصير عندك انت في بلادك نقص وهذه نعم. الغذاء امن علاش سموه الامن الغذائي لازم معناها يعني لازم ينتبهوا له معناها الدول الكل تنتبه نعم, نعم. نعم، الخبر الثاني وهو يعني نوعا ما غريب شويه دكتور، هو تصريح بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قال أن أوكرانيا استعادت نحو 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب في آخر فيفري 2022، وأنه وأكد على أنه الهجوم الأوكراني، الهجوم الأوكراني المضاد سيستمر عدة أشهر. يعني هل هذا يعني يدل على انه روسيا كما انت اسلفت دكتور انه روسيا تكتفي بالدفاع هذه المده وتحاول تفتح جبهات مثلا من ناحيه شمال شمال اوكرانيا عن طريق فاغنر او غرب اوكرانيا عن طريق الميليشيات الميليشيات الروسيه الموجوده في مولدوفا وهمش نحط الخريطه بتاع الكنترول بتاع نسبه يعني السيطره الروسيه في اوكرانيا. نعم. آه بالنسبه للدفاع او الهجوم او الدفاع في مكان هجوم في مكان هذه خطط عسكريه. يعني هذه هذه نعم. هذه آه شفت هذه ماريو بول هذه كنا نحكي عليها اللي اللي سيطروا عليها الشيشانين من قبل. نعم. آه فشنو لهم الروس؟ شو اسمه الاوكرانيين بقى لهم المنطقه هذه على البحر انا المنطقه هذه بقتلهم على البحر هذه كما قلت لكم انه في الاستراتيجيه الروسيه حسب ماني ماني فيها انهم هم ممكن وحسب التصريحات نواب داخل الدوما داخل داخل مجلس النواب الروسي مطالبات عاده عاده في الدول هذه راي النواب ما يطالبوش من الروس بمعنى انهم يجتمعوا بالجيش يجتمعوا بالقاده المخططين نتاع الدوله وكذا وهكذا يبدا تصبح كانها مطلب شعبي كانوا الشعب هو اللي طالب لانهم هم نواب شعب كانوا الشعب هو اللي طالب بذلك فربما المعركه الروسيه القادمه ربما يحاولوا يسكروا البحر نهائيا على على اوكرانيا وهذه طبعا مش يكون لها عواقب بالنسبه للروس الخطة الدفاعية أنت لما يكون العدو نتاعك مستعد وخذا فترة وهو يستعد ويتسلح وكذا وهو يحب يهاجم عادة المهاجم لازم يكون أكثر عددا من المدافع المدافعين يكون في حالة أقل من من المهاجم فربما الآن استيعاب هذاك ويغير له المعركه في مكان اخر هذا الدليل على شنو دليل ان الحرب مازالت تطوال. هذا اللي مش نخرجوا منه نحن ندعو الاستراتيجيه للقوى للجنرالات احنا ما جنرالات لكن ما نقراوه وما يهمنا في والذي يهمنا في الموضوع هو أن الحرب هذه مازال قدامها وقت مازال تطوال. الا اللهم من نعرفش يقع انقلاب اغتيال البوتين معناه حاجه حاجه شبه مستحيله الاحتمال لكنها تقع، معنا واحد في الالف وتقع. لكن اذا نظرنا بما هو بما هو موجود الحرب ما زالت تطوال. والحرب بما انها ما زالت تطوال بمعنى راهي ما زال عندها تاثير مباشر على بلادنا. بلدان اخرى استوعبت الضربه معناها نجمت. بلاد كيما الجزائر عندها فلوس باش تشري كما قلت بلاد كيما السعوديه بدات تشجع في الفلاحه الانتاج الزراعي داخل السعوديه نفسها والاستثمارات السعوديه يمشيوا لبلدان اخرى يزرعوا فيها القمح ويزرعوا القمح يروحوا به للسعوديه يزرعوا العلفه ويروحوا بالعلفه للسعوديه كما عاملين في السودان وعاملين في برشا دول معناها الدوله السعوديه تشجع فيهم مشاو للارجنتين مشاو للبرازيل مشاو لبرشا بقاع يزرعوا ويجيبوا معناها السعودي هو اللي يمشي الدولة السعودية تشري مع التاجر تاجر سعودي، التاجر السعودي هو اللي يمشي ويفلح ويعمل ويجيب بتنسيق مع الدولة، بمعنى مجموعة من مجموعات من التجار ومن رجال الأعمال يشتغلون في إطار مع الدولة، طبعاً نحن في تونس لا عندنا فلوس الجزائر ولا عندنا استراتيجية كما عملتها السعودية ولا ولا عندنا من نبيع ولا عندنا من نشتري. معناها باش نبقوا مبادرة فردية يعني هذه تبقى المبادرة الفردية ما عندها وين توصل. نعم. نعم هو عملنا حلقات دكتور مع بعض الفلاحين خاصه في جنوب تونس ونجحوا على فكره يعني قاموا بزرع القمح على مرتين وحصدوا القمح مرتين في السنه ولكن للاسف ما فما حتى دعم من وزاره الفلاحه وكانهم غير موجودين وكانه ما فماش فلاحين نجحوا في هذا الامر هم استعملوا البذور الاصليه التونسيه يعني مش مش حكايه انك تستعمل بذور الاصلي ولا عدم البذور الاصلي ما هو ما هو البذور الاوكرانيه باهيه ماهيش خايبه البذور الاوكرانيه وما هي البذور الامريكيه باهيه والبذور الاستراليه باهيه يعني ما نبعد شويه على الشعبويات لا ما هو هو سامحني دكتور هما شنو يقولوا يقولوا يقول مثلا البذور التونسيه تتناسب مع التربه التونسيه و الطقس التونسي ما هو التربه التونسيه والطقس التونسي ما مش نهبطين من القمر <applause> يعني يتشابه مع تربه اخرى موجوده في الكره الارضي يعني نحن مثلا ننج المدنين والبرتغال الارجنتين تنتج المدنين والبرتغال باكستان تنتج المدنين والبرتغال الدول كثيره الصين تنتج المدنين والبرتغال ما هيش مشكله كبيره نحن ننتج التمر ايران تنتج التمر العراق تنتج التمر يعني المنخات والتربه والواحد يعني مش كل خمسة متر عندهم تربه خاصه بهم يعني ما ماذا بينا نبعدوا على موضوع الشعبويات والبذور الاصليه ومش الاصليه، احنا ما عندناش استراتيجيه تطوين وحدها قادره توكل الشعب التونسي بكل لانه ثم مياه جوفيه تطوين اللي هي صحراء يا دكتور اي مو نحن هذا كاش علمونا، علمونا ان التطوين صحراء، التطوين ماهيش صحراء. هم علمونا ان التطوين صحراء، لكن التطوين ماهيش صحراء. احنا عندنا اراضي معبية بالمياه تحتها المياه الجوفية اللي تمتد من الصحراء الغربية في المغرب إلى إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى أجزاء من السودان هذه كلها مياه متواصلة إلى تشاد مائدة مائية هذا بحر بحر كان موجود قبل وأنهار والدنيا وتردم وهذا اللي يعمل منه القذافي النهر الصناعي العظيم واللي عامله منه الجزائر الان في واد سوف عامله منه فلاحه كبيره احنا مش مسموح للتوانسه باش يحفر مش مسموح ممنوع علينا ثماش استراتيجيه ثماش ثماش تفكير نتاع دوله هاني ما تكلمتش على الشمال الغربي تكلمتش على الكاف وسليانة وباجا وجندوبه والمناطق اللي ممكن توكل التوانسه انا نحكي لك هاك اللي يسموها صحراء هذيك قادره باش تنتج شنو اللي لازمك لازمك الاسمده والحمد لله جزء كبير من الاسمده ننتجوه فهمتني؟ يعني هو الاسم لازم لازمك لازمك الفوسفات والنيتروجين والبوتاسيوم احنا الفوسفات نتجو فيه النيتروجين نقدر ننتجوه لانه هو منتج صناعي البوتاسيوم نجمو نجيبوه ماذا مش مشكل يعني هذيك كان عنا الـ الـ المواد اللي باش تنمي بها الزراعة عنا في تونس والأرض عنا والفلاحة عنا والماء موجود تحت الأرض أحفر وطلع شنو بقالك أربط بسهم هذاك هذه هي لكن ما عندناش نحن استراتيجيه نتاع الفلاح احنا بعمرنا اللي عملنا استراتيجيه نتاع الفلاح احنا بلاد لو اللي انفقناه على السياحة سواء انفقته الدوله او انفقوه الخواص انفقناه في الفلاح رانا دوله كبيره في الفلاح الله ما عملناش شكل استراتيجيه هذيك معنا النص نعم نعم واضح أه بعض الاخوه ذكروا انه اوكرانيا ملوثه بال بحادثه تشيرنوبل وهذا يعني حديث يطول تناولوه في موضوع اخر ان شاء الله هو, كلام صحيح ومش مش كل اوكرانيا اي يعني مش كل اوكرانيا هو غرب اوكرانيا نعم غرب الكلام أوكرانيا. هذا صحيح في تشيرنوبل ثم محدة منطقه معروفه يزرعوا فيها في القمح زالوا يزرعوا فيها باش باش ياخذوا المواد الملوثه هذيك الكل اللي ناتج عليها صحيح لكن مش كل اوكرانيا اوكرانيا كبيره ياسر راي راي اوكرانيا قد فرنسا مرتين نعم واضح بارك الله فيك على التوضيح و... وفرنسا قد بريطانيا مرتين ونص <applause> نعم مش دوله صغيره معناها اوكرانيا راي دول... نعم. دوله دوله, نعم. كبيرة دولة, دولة يعني. عظيمه نعم دكتور المحور الثاني وهو الصين وهنالك يعني تطور خطير انه اقدمت بعض الدول من بينها الأردن اسمح لي انا ما جاوبش سؤالك على بلينكن بلينكن آه الان بلينكن 50% مع... قلت لي هذيك نعم تفضل تفضل العام الجاي العام الجاي ثم انتخابات في امريكا والحزب الحاكم الان هو الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري اللي هو منافس وممكن ترامب باش يطلع ترامب يقول انا نحب نوقف الحرب موقف ترامب أن يقول اني انا اذا وصلت النهار الثاني نوقف الحرب نعمل مفاوضات ما بين اوكرانيا وما بين روسيا شنو المفاوضات هذه بمقتضاها مش يجبر اوكرانيا انها تتخلى على جزء من اراضيها مقابل انه الروس يحبسوا على يحبسوا الحرب. هو بلينكن الان امام جرد حساب امريكا دفعت ما يقارب 100 مليار دولار دفعت فلوس للاوكرانيا. الان الناخب الامريكي مش يسال شنو عملنا به؟ هاي يا سيدي قالوا قلتوا لنا انتظروا هاو الهجوم الربيع هجوم الربيع هاو جا الربيع وجا الصيف وما صار شيء فهو يطلع يقول ربحت 50% حتى كالأراضي اللي انسحبت منها روسيا دخلت وخرجت أما هي القوات الاوكرانيه ما حررتش 50% كلام كلام في لحيه هذا ما عنده حتى قيم اللي الحقيقه المره وتقراها في في اعمده الراي في نيويورك تايمز يعني وتقراها في واشنطن بوست تقراها في بعض ال... عند بعض المعلقين يقول لك انه هذا فشل الهجوم الهجوم الاوكراني المضاد فشل لانه على اساس باش يحرروا كل الارض ما حرروا حتى شيء نجموا يعملوا حتى شيء ما وصلوا حتى شيء الروس حفروا الخنادق خرجوا من المناطق اللي ما ينجموش يدافعوا عليها المناطق اللي ممكن تطيح وما يقدروش يدافعوا عليها خرجوا منها وعملوا خطه دفاعيه يعني المعركه هذه طبعا هذا خيار جنرالات مش معناها الروس ما ينجموش يهاجموا هذه خيار جنرالات نعم. طبعا هذا دليل انه اوكرانيا تسلحت بالقدام وانه روسيا تخلخلت وسينوما حتى لو كان عدوك هاجم عليك انت تعمل هجوم مضاد لكن الروس ما همش يعملوا في هجوم مضاد الروس اكتفوا بالدفاع هذا دليل انه الاوكرانيين موقع تسليحهم تسليح كبير برشا لكن الروس معولين انه الاوكرانيين يجيهم نهار ما عادش عندهم رجال الناس يقولوا يقولوا المشكله الكبيره شكون منهم لو روسيا ولا اوكرانيا بشوف عليهم العباد المقاتلين وخاصه اذا المعنوية طاحت نتاع المقاتلين هذايا اللي ذاك بلينكن بطبيعته مش يتكلم هكاكا لانه امامه راي عام امريكي مش يحاسب تعال توا الحساب في الانتخابات وين صرفت لنا فلوسنا وعيشتنا في مشاكل ومنعت علينا والشركات الامريكيه كانت تاجر مع روسيا ما هو الحصار على روسيا راهو حتى الشركات الامريكيه متضرره منه يعني ثم شركات امريكيه كثيره سكرت مكاتبها وسكرت محلاتها ومتاجرها سكرتها في في روسيا وما عادش نجم تصدر روس ما كان روسيا سوق كبيره فبالتالي انت حرمتنا شنو اللي جبت لنا شنو المقابل هكذا يجيب لهم فك المقابل هو ها سعر الغاز ارتفع وتصدير الغاز تضاعف المو... <applause> الم... سعر الغاز مستفيده منه الشركات الامريكيه اللي تبيع في الغاز لكن الفلوس اللي دفعت لاوكرانيا هي نتاع الضرائب هي من دافعي الضرائب دافعي الضرائب هو حتى المواطن البسيط اللي يمشي يشرب قهوه في الصباح يدفع ضريبه دونك و... ومن الرواتب الشهرية العاديه دونك انت راك دفعت انت صحيح جبت فلوس للاغنياء اللي هما ملاك شركة الغاز لكن راهو المواطن الامريكي العادي معناها الكم الكبير من الامريكيين هم اللي يدفعوا في الفلوس هذه ال مليار دولار اللي دفعتها امريكا مش شوي نعم تحب تمشي للصين الان نعم الصين وهنالك تطور خطير دكتور محمد علي انه بعض الدول من بينها الارجنتين والبرازيل والسعوديه والهند استخدموا الليوان الصيني في تعاملاتها حتى مع صندوق النقد الدولي وهذا يعني بدل الدولار هل هذا يعني بدأت الآن أن تظهر انعكاسات الهيمنة الصينية أو القوة الصينية في العالم؟ أنا مانيش من أنصار أنصار العناوين البارزة اليوان الصيني مازال ما يوصلش في المعاملات العالمية الدولية ما يوصلش 1% من معاملات الدولار الأمريكي مازال الصين ما نجمش تبني ثقة أو سهلة جدا أو تحب نبسطوها نبسطوها أنت يجيك واحد يمد لك ألف يوان صيني ولا مئة دولار أنا هي تثق فيها أكثر مئة دولار أي تسب <applause> أمريكا يعطيك مئة دينار تونسية يعطيك خمس مئة دينار تونسية ولا يعطيك مئة دولار تأخذ مئة دولار خاصة إذا كنت مش تسافر الخارج وتاجر مع الخارج النظام النظام السياسي راو الدولار مبني على هيمنه من كل النواحي اولا الاقتصاد الامريكي اقتصاد قوي واقتصاد كبير ومتنوع الجيش الامريكي اول جيش في العالم الصين عندها خمس قواعد عسكريه الصين عندها خمس قواعد عسكريه خارج الصين امريكا عندها 750 تقريبا حاجة كمان يعني الصين ماشية أنها تصير دولة كبيرة وهذا هو المشكلة اللي قلت لكم عليها المشكلة أنه الأمريكان يحبوا عملية وعد ما يحبوش يواجهوا الصين لما تكبر يحبوا يواجهوا الصين وهي ما زالت صغيرة وهي ما زالت ما ما مدتش عروق هي مشكلتهم مش الصين اليوم مش الهيمنة الصينية اليوم هو ما هو منتظر أن تكون عليه الصين مستقبلاً إذا سمحوا لها أنها تواصل بنفس النمو ولذلك هم يريدوا الآن حبس النمو الصيني هذا هذا اللي ماشيين فيه نعم النقطة الثانية من المحور الصيني وهي سنتناولها بسرعة لأن تناولناها الأسبوع الفارط دكتور هو انتهاء المناورات الروسية الصينية في بحر اليابان و يعني وهذا الهدف من المناورات نذكر السادة المشاهدين أنه تعزيز التعاون البحري بين البلدين وكان الشعار حمايه الممرات البحريه الاستراتيجيه، وانت تحدثت في هذا الموضوع آه الاف المرات. الهدف من هذه المناورات الدكتور تناولناه في الاسبوع الفارط، لكن آه رده الفعل ما زالت محتشمه يعني عالميا. آه آه كيف ترى؟ كيف ترى انه هذه المناورات وهل نجحت في تقريب الرؤى ما بين آه روسيا واليابان خاصه انه روسيا كما أنت بيّنت في كثير من المرات أن روسيا أيضا متخوفة من هيمنة الصينية وأمريكا أيضا متخوفة أيضا من الهيمنة الصينية نعم شوف أمريكا عملت عدة مناورات عملت مع الهند في, في, في المحيط الهندي خاصة في البوابة ما بين الهند وسريلانكا إلى, 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 إلى ماليزيا عملت مناورات مع اليابان ومع كوريا الجنوبية عملت مناورات مع استراليا تعمل في مناورات في كل مكان، فطبيعي جدا انه الصين وروسيا يعملوا عمليه شبه استعراض قوه ورده فعل، لكن الى حد الساعه الصين مسكر عليها الباب بالسلاسل اللي هي الشريط الجزر اللي حكيت عليه كل هذه كل من اليابان وانت ومن كوريا الجنوبيه واليابان وانت هابط الى تايوان وانت الى الفلبين الكل هالدنيا مسكر على الصين ما تخرج مسكر وحاطين لهم جيش هنا في قدام سنغافوره عندهم جيش كامل الامريكان هنا هذا هنا وين وين سنغافوره هذا في مضيق سنغافوره الامريكان عندهم جيش كبير غادي وعندهم هنا في في جهه الهند عندهم زاد جيش كبير هذه سلسله الجزر هذه كل وهذه من 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 الهند لسريلانكا الى هذا كل هذا كله الامريكان مسكرين معناها تشيك على 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 الصينيين. طبعا الصينيين عندهم حكمه ودهاء. بدأت ثم اصوات كيف نقولوا راهو اصوات مثل روسيا معناها ناس يدفع تدفعهم الدوله الدوله العميقه الدوله الحاكمه يدفعهم باش تكلم بداوا يناديوا انه في الدخول في مفاوضات مع اليابان ومع كوريا الجنوبيه. بمعنى باش يقدموا لهم تطمينات. الآن بدأوا يتراجعوا على موضوع غزو تايوان شافوا أن الوقت مش وقته الأمريكان الآن جايين للجنوب هذا متاع الصين وقاعدين يخدموا فيه اللي هي اللي هي تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام الدول هذه كل قاعدين يخدموا فيها لأنه المنطقة هذه خذوها يعني ماليزيا والفلبين وأندونيسيا وأستراليا هذه يعني مجال مجال أمريكي الان طلعوا لهنا طلعوا الجنوب الصين الدول هذه كانت اقرب ما يكون الى قريبه برشا من من الصين خاصه في فيتنام ولاوس وكمبوديا الان هذه الدول دخلت في شراكات مع مع الامريكان مازال هذا النظام بورما ميانمار نظام ميانمار مرتبط بالصين نظام بنغلاديش الحاكم الان الشيخه حسينه مقربه شويه من الصين يعني عندها تقارب من الصين لكن ممكن يخرجوها من الحكم ممكن باش يخرجوها من الحكم فالدول المحيطة بالصين كما قلت لك المنطقة لهنا هذه الدول نتاع المنطقة هذه الآن الأمريكان والغربيين يخدموا عليهم بشي اللي هي كما قلت لكم فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند هذول يحبوا يبعدوهم على الصين الفلبين وماليزيا واندونيسيا والفوق تايوان والفوق كوريا الجنوبيه واليابان هذوما في المحيط الروسي المحيط الامريكي دونك شكون بقى لهم كوريا الشماليه عاملين ضاربين عليها حصار وبقتلهم روسيا حالين معها حرب اذا في عمليه اطباق كامل على الصين الصينيين عكس الروس الصيني ما تقدرش تستفزه مش ممكن تستفز الصيني يقوم الصباح ويعلن حرب الصينين حكماء و... ويتصرفوا بالعقال بالعقل يعني شوف هذه هونغ كونغ هنا هونغ كونغ كانت محتله عند الانجليز بقاو بدم بارد يستنوا فيها يستنوا فيها لان الانجليز رجعوها لهم هذه شبه جزيره جزيره هونغ كونغ هنا فهمت معناها بقى ومكاو ما البرتغال مش معناها الصين كانت غير قادرة أن تحارب البرتغال ولا غير ولا غير قادرة تسترجع هونغ كونغ لو كانت تبعث بالعصي فقط حراس الغابات يجيبوها هونغ كونغ لكن لا الصينيين عندهم حكمة ولذلك ما ورطوا التو ما يعطوا في السلاح ما يعطوش السلاح الروسي قاعدين يحلبوا في روسيا يحلبوا فيها يشروا من عندها ببلاش ويبيعوا في السلعه اللي الامريكان مش عاملين عليها حصار اللي, اللي الامريكان ممكن ما يتغشوش عليها اما اللي به الفايده السلاح ما يعطوش السلاح للروس والروس عارفين ذلك الروس عارفين ذلك نعم واضح دكتور بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات ونمشي الان للشان الوطني والاتفاقيه التي اسالت كثير من الحبر وفيها يعني بنود لين اصبح الانسان يتساءل هل يصح بتسميتها بالاتفاق لما يحتويه من بنود شبه استعماريه بصراحه ترقى الى حد الاملاءات والبند المتعلق بالهجره الغير شرعيه يعتبر مجرد ضرر للرماد في العيون وان هذه الاتفاقيه اخطر بكثير، هل هذا صحيح ام لا؟ ام هي مجرد اتفاقيه لتنظيم الهجره الغير نظاميه بين تونس وايطاليا والاتحاد الاوروبي بصفه عامه يعني. شوف أه... تونس نحن عبر عبر التاريخ أه... كلها تونس تبعت باتفاقيات انا غير شنو التوانسه فقط ما ما ما, ما يقراوش عندي هذه اتفاقيه 12 ماي اتفاقيه 12 ماي 81 ما بين محمد الصادق باي في القصر السعيد قصر السعيد واللي بموجبه اه تسلم الحكم تاع تونس الى اه الفرنسيس هذه الاتفاقيه نتاع 81 وعلى فكره الاتفاقيه هذه نتاع 81 تتكرر الان تتكرر يعني تتكرر في الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي بعدها عندنا عندنا اتفاقيه المرسى وبعدها عندنا اتفاقيه 55 وبعدها عندنا اتفاقيه 56 وبعدها عندنا عندنا اتفاقيه 69 وعندنا اتفاقيه 76 واتفاقيه 95 اللي دخلت حيز التنفيذ عام 98 آه، عندنا اتفاقيات بالحساب مع مع يا مع فرنسا يا مع الاتحاد الاوروبي اخرها اخرها اخر اخر الاتفاقيات هذه الاتفاقيه ما بين آه كما كانت ما بين الصادق بي آه. اتفاقية آه هاو شوفوها هذه اتفاقية قصر السعيد آه. اتفاقية قصر السعيد مع البي هاكم آه محمد الصادق بي فهمت هذاك والجنرال برنار الجنرال برنار عوضته ميلوني ومحمد الصادق بي عوضوا قيس سعيد لهالدرجة دكتور لهالدرجة يعني فما تشابه هذه الاتفاقية الجديدة اللي نحب نقول عليه للتونسي اللي نحب عليه نقول عليه للتونسي معناها حاجة آه حاجة من من, من 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 الأشياء أولاً ثماش تونسي يعرف شكون الفريق المفاوض شكون من الناس كتبوا الورقة هذه الاتفاق. هذا الاتفاق أي... هذا نص هذا نص الاتفاق ما بين لا. ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين تونس شكون اللي كتبوا شكون هما اللي تفاوضوا ما هو انتم تعملوا في مفاوضات نيابه عننا علينا نحن 12 مليون تونسي شكون سيادتكم شكونكم انتم نحبوا نعرفوك فهمتني هذا يا سيدي هاو نعطيك اللي ماشيين فيه ها هو البند اللي متعلق بالهجر ها الميغراسيون اش يقول الهدايا يقول لك انه كل التوانسه اللي ما عندهم شوراق في كل الاتحاد الاوروبي تتعهد تونس باسترجاع سي قيس سعيد ما يعرفش اللي ثمة توانسه في فرنسا عندهم خمسة 25 سنه بعائلاتهم وبولادهم وما عندهم شوراق وفرنسا مخليتهم يعيشوا سي سعيد ما يعرفش اللي في اوروبا ثم فيها شعوب حيه وثم فيها قوى حيه صحيح ثم ثم قوى استعماريه في اوروبا صحيح في اوروبا ثم قوى عنصريه صحيح ثم قوى معاديه لكن في نفس الوقت في اوروبا ثم قوى تاع حقوق انسان وثم قوى تاع رحمه لما ما تكونش ثم اتفاقيه الناس هذم يضربوا محامين اوروبيين يضربوا بالليل والنهار باش ما يخلوش التوانسه يترحل ويعتمدوا على القانون الفرنسي وعلى القانون الالماني وعلى القانون السويدي والدنماركي والهولندي والتوانسه يدبروا في خبزتهم هاجروا مش لانه يكرهوا تونس ولا لانه عجبهم الغربه راهو ها نقول لكم يا توانسه ما يديكمش انو كي يجوا مواطنين بالخارج في الصيف يجيب كرهبه و ويجيب له شويه فلوس ويبدا فندق وكذا اسبوعين راه ما لو كان يعيش معك عامين في تونس ما يعيشهمش بل ما يعيشش بالطريقه هذيك تو يرجع يشد معك الصف على الخبز وما عادش وما راي الناس البر راي زواوله راي ناس محتاجه راي ثم ناس ما يروحش بالعام وبالعامين وبثلاث سنين لانه ما عندوش حق تسكره راهي مش ناس عايشه في بحبوحه من العيش لكن على الاقل عايش خرجوا وهجوا هجوا من البلاد قيس سعيد الآن عمل اتفاقية اتفاقية هذه أنه الناس هذوم يخرجوا يرحلوهم من أوروبا يا قيس سعيد هل تعرف أنه ثم عائلات الوليدات عندهم إقامة والمرأة عندها إقامة والرجل ما عندوش إقامة والقانون الأوروبي حاميه لأنه عنده ولاد غادي يا قيس سعيد تعرف اللي هذوما أنت مش تمزق العائلات باش تدمر ناس أنت ما وفرتش ليهم خدمة، اللي عندك في تونس ما وفرتش ليهم خدمة، مش ما وفرتش ليهم خدمة، ما وفرتش ليهم الخبز. تجي تتآمر عليهم جهار في النهار باش تبيعهم الراس ب 3000 يورو وياللي ما تحشمش. راهو راهو عمل جريمة كبيرة. وقال... فما من تحدث على الف يورو، مش 3000 يورو، يعني في المفاوضات، ولكن ما... ما لم يذكر ذلك يعني حتى في بند، في حتى بند يعني. ليه هو الآن قاعد يقبض في 3000 يورو. الان يقبض في 3000 يورو ويصرف عليها ويصرف فيها على الشله نتاعه العصابه نتاعه اللي معاه في القصر واللي مخترقه الداخليه ومخترقه الجيش ومخترقه الديوانه ومخترقه الاداره التونسيه هذيك العصابه يصرف عليهم تجيه فليجات فلوس من الجزائر مقابل انه ياخذ لفارقه الكل ويدخل في حرب مع المغرب الجزائر طالبه منه حاجتين انه يدخل في حرب مع المغرب حرب كلاميه ويستقبل البوليزاريو وطالبه منه انه الافارقه اللي يخلطوا للجزائر يعدوهم لتونس مقابل تجيه كل كل شهر تجيه فليجة بالفلوس يصرف فيها على الميليشيا نتاعو وتجيه فليجة اخرى من ايران الاخ يقول هل الاتفاقيه ملزمه التطبيق هي تسمى ميموراندوم اوف اندرستاندينج ام او يو ايش معناها معناها مذكره تفاهم ايش معناها هذه مذكره التفاهم هاو مصحين عليها، مصح عليها قيس سعيد، مصحين عليها شو اسمه هذا؟ منير برجيبه. ها؟ هذه اتفاقية قيس سعيد. هذه معناها أمويو؟ وقتاش الناس تعمل أمويو؟ لأنه مش يجي بعد اتفاقات مفصلة. يعني نشوف في بنود الهجرة أنه مثلاً آه تلتزم تونس كي واحد تونسي باش نرحلوه يحضروا له الباسبور في مدة لا لتف... تتجاوز ثلاثة أيام. ما نجموش نحطوها كلها في الأمويو. لانه ثم برشا تفاصيل تدخل فيها، الراسب قداش نبيعوه؟ ب 3000 يورو، ب 2000 يورو، ب 500 يورو، ب 20000 هذيك ندخلوها في الـ في الـ في يولي الاتفاق هو كله ملزم لكن هذا الاطار الاطار القانوني الاطار أو القانوني او الاطار العام يعني، الاطار العام هذايا الاطار العام يسموهم في 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 القانون في قانون العقود يسموهم الهيدز اوف تيرمز الهيدز اوف تيرمز يعني الخطوط العريضه للاتفاقيه هذه هي ميموراندوم اوف اندرستاندينغ طبيعي ملزمه يا سيدي من غير ما يلعبوكم لكم بعقولاتكم اما اللي باش يجي ممكن نعرفوه وممكن ما نعرفوش ممكن تصير اتفاقيات ما نعرفوهاش كيفاه يا دكتور يمكن نعرفوها ويمكن نعرفوهاش تو اتفاقيه تهم التوانسه وتهم تونس ومستقبل تونس يخبيوها على التوانسه يعني هاي يا سيدي انا جيب لي خبير تونسي يقول لي شكون اللي اللي تفاوض شكون الناس اللي تفاوضوا من الجانب التونسي اعطيني سمي لنا فريق التفاوض ما هو فريق التفاوض تعرف كي انت شفت المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين ما يبين وفد يمشي بخمسه من الناس 10 20 فريق التفاوض اسمه فريق التفاوض احنا عندنا فريق تفاوض نعرفوا اسمائهم نعرفوا اختصاصاتهم نعرفوا الناس هذم يفهموا في الدنيا ولا ما يفهموش ما نعرفوش ما عندنا ظلمة الشعب التونسي كله ظلمة ما عندنا حتى فكرة حتى فكرة حتى تونسي ما يعرف هيا آه يا سيدي الحاجة الثانية اللي ما يزم تفهموها من الاتفاقية هذه راهو تونس ما عاش نجم تشري حاجات وحدها راهو القمح يشروهن الأوروبيين راهو الميزانية هما اللي باش يتصرفوا فيها راهو شفت ال... شفت الإتفاقية نتاع نتاع الصادق باي؟ ها؟ في... أظن في الفصل فصل من الفصول، حضرة رفيع شان بين تونس، سيديا. الل... أه سيدية، هنا، بالحدود وصول في تنظيم، أيوة، الفصل الثامن، الفصل الثامن نتاع إتفاقية ال... 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 الإستعمار. اللي ما بين الجنرال بريار ومحمد الصادق بي أنه تنظيم مالية المملكة يتفقان عليها بعد يحصل بذلك الاطمئنان على أداء واجبات الدين العمومي والضمان لحقوق أربان أرباب دين الإيالة التونسية هذا نفس الفصل موجود في الاتفاقية هذا أن المديونية باش تتصرف فيها فرنسا يعني الفرنسيس الأوروبيين تو مش حتى الفرنسيس يا يا ريت مازلنا مع فرنسا الآن راهي 27 دولة 27 دولة ميلوني لأنه في في الغرب أنا عايش في الغرب ونتبع في ونتبع في ال... بحكم أني في القانون ونتبع في الجدال اللي واقع في أوروبا حتى في بريطانيا وفي أمريكا وفي كل بقعة الجدال ثم قوة غربية تؤمن بانه ما ثمش حدود وخلي العباد كل تعيش وخلي يجو شنو المشكله وخاصه خاصه ان اوروبا محتاجه للعباد لك شو يقولك هو يقولك انا حاجتي بالعباد اللي انا نختارهم مش انت تعطيني على كيفك اش معناه يعني بريطانيا مثلا مجلس الاعمال قال رانا في حاجه المليون وثلاثمائة الف وظيفه ما عندهمش عباد مش يخب. لكن مش اللي يجي قبله ويقول لك انا نختار بالكعبه بالكعبه ونختار من انحاء العالم مانيش مجبر نجيب من عندك انت فهمت آه هم محتاجين للعباد لكن مش يختار وش معناه يختار مش يجوا تونس فما ناس حاجتي بهم هاك القرايه وهاك اللي آه آه معناها عندهم آه ما يقولوا خرجين مهندسين طب نعم. ومش كلهم اللي انا نختار منهم اللي انا نختارهم ونحتاجهم والباقي كله ما حاجتناش به هذا قيس عيد الآن اتفق معه الحاجة الأخرى أن تونس عندها ديون الآن الفلوس اللي باش تجي ما هيش باش تصرف فيها تونس يعني الاتحاد الأوروبي الآن تعهد ب900 مليون يورو راهو يورو واحد ما هوش باش يدخل الخزينة التونسي ولا يورو باش يدخل الخزينة التونسي شمش من غادي الغادي لسداد الديون هكا ولا أو لشراء القمح هما باش يتصرفوا فيه <applause> هما باش يقروا وين يمشي وهذه السياده الوطنيه اش من سياده وطنيه هذا ماخوذ من <applause> لا انا انا علقت باستهزاء على خاطر هو دائما بالخطاب الشعبي والسياده الوطنيه و... ولسنا حراس ولسنا من عارف شنو وكل لغه تاعو أل... يضحك بها على بسطاء العقول للاسف ها آه يا سيدي ها آه وش يقول لك هنا في في نتاع النيميريك ترانزيسيون ايوه الترانزيسيون ال... انرجيتيك لانتقال الطاقة ثم حاجه يعرفوها لازم يفهموها التوانسه، ثم حاجه اسمها آه اسمها معاهدة كيوتو. كيوتو اظن عندكم في اليابان. المعاهده أم هذه تعهدت بها الدول انه ثم ثقب الاوزون هذا فيه مشكله من الانبعاثات الضاره. عملوا كل دوله مش يكون عندها حصه. حصه نتاع انبعاثات نتاع الكربون. هذه الحصه تنجم تبيعها وتشتريها إيش باش يعملوا الاوروبي مش يبقى هو يلوث ويجي يصنع حاجات في تونس من الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الاخضر من يجي اما من الهيدروجين ولا من الطاقه الشمسيه ولا من الرياح وممكن هو ياخذ الضوء ياخذ غادي ياخذوا عنده يس... يص... يعني معناها يعملوا في تونس وياخذوا عنده شكون باش يعمل ما هيش شركه تونسيه نبيعوا للاوروبيين يعني نحن المفروض نجوا نحن في اطار الدوله حاول الاوروبيين جيراننا حاجتهم بالطاقه هيا نصنعوا لهم ونبيعوا لهم نولوا نحن التجار ونحن نبيع ونشروا لا هم شنو شنو باش يعمل يعني. باش يجي القاوري او ينصب مروحه وينتج بها الكهرباء ويهزوا لبلاده على الورق ان نحن تونس انتجنا مثلا مليار دولار كهرباء قديش يدخل منها لتونس صفر ولا شيء ولا شيء كما يجوكم اللي يدجلوا عليكم يقول لكم نحن عندنا فائض تجاري مع فرنسا عندنا فائض تجاري نحن نصدروا لفرنسا اكثر من نستوردوا كذب في كذب كذب في كذب علاش يجي فرنساوي يحل معمل نقولوا خلينا نبسطوا شويه معمل نتاع نسيج نتاع جين حلو في تونس يصنع القطعه قيمتها كما نقولوا 20 50 يورو يصدرها اذا صدر اذا صدر آه... القطعه ب 50 يورو هو صدر 1000 قطعه معناها صدرنا ب 50 أل... ب 50000 يورو اذا صدرنا مليون قطعه معناها رانا صدرنا 50 مليون يورو هذا على الورق باهي يا سي العباس دخلوا لك 50 مليون يورو للبنك المركزي يقول لك لا ما دخلوليش مالك كيفاش لانه الجاوري اللي هز سلعته لبرا ماهوش ملزم يدخل الفلوس لتونس، قداش يدخل منها؟ يدخل منها الشهريات نتاع الزواولة نتاعك البنيات، ياخذوا في 400 و 500 ألف، يدخل لهم الشهريات نتاعهم اللي هي قداش 500 ألف 150 يورو هكا، يدخل لك ال 150 يورو للراس. هذيك يجي ليت خمس... يا دكتور 400 و 500 أنت متفائل ياسر، فما شكون يخلص 200 و 250 هكا هاك البنات هذوك نتاع المعامل. للأسف. فهذايا هذايا الاقتصاد الأخضر. الحاجة الأخرى ثم, ثم انواع فيها ايضا فيها مشاكل انا يعني الهيدروجين فيه مشاكل الطاقه الطاقم الهيدروجين الازرق هذايا فيه مشاكل بيئيه مع ان حتى تفاصيل كيفاش باش يحلوها كيفاش باش يعملوا كيفاش باش الحلول نتاعها ثم برشا حوايج مش نفهمينها برشا حوايج هذه مش تكون الكلها تحت الطاوله اذا بالنسبة للمالية العمومية الاتفاقية هذه المالية العمومية باش يحكموا فيه الأوروبيين الدين نتاع تونس والمداخيل نتاع تونس والمخارج باش تحكم فيها الاتحاد الأوروبي هما اللي باش يحكموا في الدين العمومي نتاع تونس الحاجة الثانية نتاع الستابيليتي ماكرو ايكونوميك هذوما هم معناها ايكونومي كوميرس هو من ناحية دكتور في 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 الاتفاقية نفسها في البنود اللي خاصة بالحبوب والطاقة فما فما إمكانية أنه قيس عيد بسبب الأزمة المالية يذهب في بيع تونس للاتحاد الأوروبي يذهب باع وكمل شو يذهب هو باع وفاء ما عادش عندكم دولة معناها تونس ماشي. هي من قبل ما عندناش دولة، ما عندنا يعني بعض بعض يعني مقومات الدولة، عندنا بعض نوعا ما السيادة الوطنية، بعض الأخذ قرارات. عندنا و... عندنا واحد مجنون عنده يمن بالمهدي المنتظر ويستنى فيه باش يجي، و... وعنده عصابة نتاع جيش ياخذوا في الرشوة من عنده، جنرالات، ستة جنرالات حكيت عليهم أكثر من مرة، فهمتني؟ هذه العصابة شادين شادين بالسلاح على وجوه التوانسة. يعني هما هما القصبه كيفاش عملوا لك يسكروها؟ راهو القصبه راهو من عهد الدوله الحفصيه. دخلوا الاسبان، ودخلوا الفرنسيس، ودخلوا الالمان، وصارت الجيره، وصارت حرب اهليه، وصارت ثوره علي بن غذاهم، وصارت ثوره التحرير، وصار الاستقلال، وطاح بورقيبه، وطاح بن علي، والقصبه ما تسكرتش نهار، خمسمائة سنة، خمسمائة عام ما تسكرتش، سكرها سكرها العسكر نتاع اسمه هذاك الحبيب الضيف هو جاب لها الدبابات وسكر القصبه بالدبابات البرلمان ودخلوا في مخاخ الشباب قالوا لهم راو الدستور والوطن اعداء راو الدستور عدو للوطن انا ما فهمتش كيفاش دول الدول الدول ربي كلها القائمه في العالم كلها انه الدستور في خدمه الدوله نحن فهموا الشباب ان خاطر كي جا الغنوشي يحكي معه قالوا انا انا في حمايه الوطن مانيش في حمايه الدستور وعليه هي حمايه الدستور تتنافى مع حمايه الوطن هالثنائيات الثنائيات اللي عملوها لنا الدين والدنيا عليه اخويا ما نعيش في الدنيا لاباس ونطبق الدين شنو المشكله بما استطعت اليه سبيل واللي يقول لك الكرامه والخبز علاه ما نجمش ناكل الخبز بكرامه يعني لازمني نشد الصف وناكلها مرمده هذه الدخل الثنائيات في أذهان التوانسه ذا اللي للأسف اللي صار معنا. هذا بالنسبة للمالية العمومية انتهت. مالية العمومية بالاتفاق ما بين الورة بقيادة ميلوني اليمينية، لأنه اليمين الآن حتى اليمين في إسبانيا الآن سيفوز، لأنه ميلوني أثبتت أنه ممكن تحقق علاش نتنياهو انتصر في اسرائيل؟ لأن الشعار كان مرفوع من طرف كان مرفوع من طرف اليسار الاسرائيلي أن الارض مقابل السلام ولذلك انسحبت اسرائيل من سيناء مقابل عملت السلام مع مصر انسحبت من وادي عربه مع الاردن مقابل السلام مع الاردن جاء نتنياهو قال ما عادش نعمل الشيء هذا السلام مقابل السلام ما عادش نعطي حتى ارض السلام مقابل السلام واثبت ولذلك الاسرائيليين مشاو معاه وانتخبوه من ستة 96 وهو في الحكم ل 2023 علاش؟ لانه اثبت الان ميلونيش تقول لهم؟ تقول انا نجيب لكم الاتفاقيات هذه بدات بشكون بال بالشات الضائعه علاش؟ لانه راهو في موضوع الهجره والمواضيع هذه كان عندنا حوار ما بين الضفتي المتوسط اللي هم يسموه خمسه زائد خمسه شنو هو خمسة زائد خمسة؟ اللي هما خمسة دول في جنوب المتوسط اللي هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وفي شمال المتوسط اللي هي البرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان. هما خمسة ونحن خمسة كانوا يتفاوضوا. دخلوا 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 في التفاوض. التونس جبدت روحها ومشت تتفاوض وحدها. اش معناها تتفاوض وحدها؟ يعني الـ الـ الاوروبيين اللي ما نجموش يطلعوه تو قاعدين يطلعوا فيه مع تونس هذا بالنسبه للمالية العمومي بالنسبه دكتور سامحني لهنا يعني فما امر نوعا ما مستراب تو تونس جبدت روحها من من خمسه زائد خمسه بقيه الدول اللي هما الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا يخليه تونس تتصرف تلك الطريقة ويمكن تهدد يعني الاتفاق الهجرة بكله بكليله مع الدول الأوروبية ليبيا لها في روحها في حرب أهلية وموريتانيا بعيدة عن المشاكل هذه بقت تشكون بقت المغرب والجزائر المغرب والجزائر في حرب يعني في, في, في شبه حالة حرب الجزائر قيس سعيد أعطاها اللي تحب الجزائر مشكلتها مع المغرب أكثر من مشكلتها مع فرنسا لأنه مو ما في نهاية الأمر معناها المشكلة الكبيرة اللي عندهم وتكلمنا فيها أكثر من مرة اللي هي المشكلة مع المغرب ولذلك هو القال فرصة وهذه يرى تذكرني بحاجة في أيام المقاومة ضد الاستعمار كان ثم حاجة في فرنسا أنشئت اسمها نجم شمال أفريقيا نجم شمال أفريقيا هذه اجتمعت المثقفين والمناضلين نتاع شمال أفريقيا خاصة تونس والجزائر والمغرب ثلاثة دول هذوم واتفقوا انهم يطلقوا حرب تحرير في نفس الوقت يعني في نفس الوقت الناس كل تستعد لحرب التحرير وتكون جيش تحرير المغرب وجيش تحرير الجزائر وجيش تحرير تونس اللي بورقيبه بعد يسمي فيهم الفلاقه هم جيش التحرير جيش تحرير التونسي <applause> تكونوا على اساس ثلاثه جيوش واتفقوا على 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 ساعه الصفر باش ينطلقوا مع بعضهم وعلى اساس انه بعد ما نستقلوا نعملوا دوله واحده اللي هي تونس والجزائر والمغرب باش دوله واحده شكون اللي خذلهم؟ بورقيبه جاوا الفرنسيس لبورقيبه قالوا له يا بيع بيع قال لهم نبيع عندكم عندكم شنو المشكل؟ قالوا له اولا غرب تونس كل سنة رانا باش نضموه للجزائر ما عادش تابع تونس برا خذوا اعطاه لهم الكل يعني مناطق كبيره خاصه اللي فيها النفط من جهه من جهه قفصه وانت نازل هذيك المناطق من جهه الجزائر كانت تابعه تونس تاريخيا المناطق اللي اعطتها فرنسا للطليان وصارت تابعه ليبيا بقت هذيك عند ليبيا قالوا له ما طلبش بها الصحراء انه هذيك الفوق ليك اللوطا وافق وافق بورقيب على كل شيء ولذلك خذا الاستقلال نتاعه والمغاربه زاد عملوا معهم اتفاق مشابه خرجوا ابقوا زيرية وحدهم لذلك انطلقت حرب التحرير الجزائريه في واحد آه نوفمبر واربعة 1954 أعطوا الاستقلال الذاتي في 55 لتونس اشتدت الحرب في 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 الجزائر وبدت المساعدات تاتي من دول اوروبا الشرقيه في ذلك الوقت اللي هي الدول الشيوعيه اللي كانت تعاون في الجزائر ففرنسا تحركت خطوه اخرى بضغط من امريكا واعطت الاستقلال التام البرغيب يعني خذلنا الجزائريين الى ان استقلوا وحدهم لما استقلوا بورقيبه قال لهم رجعوا لي الارض قالوا له تحل فمك مره اخرى بعثوا له زوز طيارات وصلوا الكاف ورجعوا سكت ما عادش تكلم نهار المغاربه شدوا الصحيح دخلوا في حرب دخلوا حرب الرمال وانتهت بانتصار الجزائر في الحقيقه يعني المغاربه انسحبوا ما لانه تندوف والجنوب غرب الجزائر كله تابع المغرب نحوه له نحوه فهذه مره اخرى خذلان للمغرب العربي علاش نقول لكم راهو تونس الان المطلوب منها باش تكون اسرائيل اخرى في الوطن العربي اسرائيل لها ف... الدرجه لها يا دكتور اسرائيل نولي إيه. تونس تونس في ذلك الاتجاه نعم تونس متجهه لذلك في 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 ذلك الاتجاه ستشتت لانه اللي صاير اللي توا نحن صغار وكل شيء وكنا قراو على 1881 وعلاش خلينا فرنسا تدخل وعلاش ما عملناش مقاومة وعلاش كذا الان اللي يصير اكثر من اللي من اللي عملوا الصادق باي مع فرنسية. على الاقل الصادق باي راهو العسكر نتاع فرنسا دخل دخل الجيش الفرنسي وفرقه كامله دخلت والبحريه الفرنساويه قربت من المواني التونسيه وال الشمال الغربي الجنادبه اللي ما يسمى المناطق اللي اسمها جندوبه تو لانه يعني ما كانش اسمها جندوبه وباجا والبقايع هذيك بقاو مقاومه زوز اسابيع جمعتين وهم يقاتلوا في الفرنسيس فرانسيس وقت اللي دخلوا من الحدود خدت لهم جمعتين مقاومه حتى وصلوا للباردو لل... والباي راهو تحت السلاح صح معناها تجد له عذر صحح تحت السلاح وهذا في القانون في القانون الدولي يسمى جيريس يعني يسمى تحت الضغط تحت الاكراه وفي وتنجم تبطلها في القانون الدولي اما نحن عندنا واحد فريفتا وجايب ستة جنرالات بالمكاحل نتاعهم وباعوا الدوله باعوا الوطن تباع تونس بدون رجعه الان يحكموا في الماليه العموميه الحاجه الثانيه باش يحكموا في الشركات العموميه الشركات العموميه الامشي يبيعوها اللي هي التونسير والستاج، والصوناد والماء والضوء والفوسفات وكلها باش تتباع كلها للبيع هو اصلا الشعب التونسي بصراحه يعني مش نتكلم بلغه يعني بتاع الشعب يعني يقول لك انا مش مستفيد منها تيوسونيت اسعارها باهظه مقارنه بالرواتب التوانسه وكيف كيف ستيك يعني الستيك الاسعار نتاعها قريبه الاسعار بتاع اليابان على كل حال لما لما تتباع تو كلكم تولوا خدامه عند القرى فهمت على الاقل عنا ما نصلحوا عنا حاجه نجم نصلحوها نتاعنا مازالت نتاعنا نصلحوها اما تورو بعناها بعناها بيع نهائي لان هي شركاتنا هذيك كلها قابله للاصلاح على ستاك هذيك تنجم تكون تنجم تكون يد تونس الكبرى في العالم يعني المهندسين نتاعنا ونخرجها ستاك من مجرد بيع الضوء للتوانسه راهو نولوا نولوا ناخذوا في مشاريع في كل العالم في فرنسا بيدها نجمو ناخذوا مشاريع، في في اليابان نجم ناخذوا مشاريع، في في قلب افريقيا نجمو ناخذوا مشاريع، و و ونعدوا الضوء ونركبوا يعني ضوء، لانه افريقيا مازالت ناقصه، ناقصه ضوء. نجمو نطوروها. الشركات هذه كلها قابله للتطوير، لازمها عقل تجاري، مش عقل نتاع سرقه. هكا هو الموجود. فهي الان الشركات هذه متوجهه للتفريط والبيع، وهذا باش نرجع عليه. راهو برشا توانسك ياخذ مغادي باش يخرجوا. وهاو وهاو حاط لك معناها أو حاط لك النيميريك هاو ماشي في النيميريك إيش معناها؟ النيميريك ها ترانزيسيون ها والاخرى وين حطيتها؟ ميغراسيون مو بلا سابروشمون دي بير المفيد شفتها بكري، آه ها رقم ثلاثة، ها ترانزيسيون نيميريك هذايا. دي جاية على أساس آه على أساس أنه آه برشة تونسة باش ينحوهم من خدمة برشة تونسة ما عادش حاجتنا بهم في الخدمة كي نحنا إن رو... انا مع النيميريك مع انه ندخلوا الديجيتال وندخلوا العصر هذا لكن عندك توانسه لازم تتلهى بهم ناهلوهم تهزهم ل... ل... لبقايع اخرى هاك النيميريك هذاك كلنا ن... نولدوا به صناعه اخرى توجد ت... ت... معاه فهمتني فهذه الحاجتين <applause> الحاجة الأخرى <applause> أهم شيء موضوع الهجرة موضوع الهجرة الآن تونس باش تكون موطن ثم أو زقفونا قال تونس ماهيش ماهيش حارس للحدود هو راهو الحاجة الحاجة اللي 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 يوافق عليها يخرج يقول يقول عكسها ونحن ما ناكلوا في القرط وكاهو إي هذه المصيبة توا أصبح كل شيء بالمكشوف يا دكتورة هو كل ما يقوله يعمل عكسه والشعب يصفق ويقول لك أنا ما أنا مثالش يعطيني واحد يتكلم بالقوة وبال وبالعنزة هذيك أمام الغرب ومش ذليل ومش كذا هذا نسبة من الشعب ما نحبش نقول ما نحبش نعمم يعني هو 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 الآن أكبر ذليل هو الآن أكبر ذليل معناها الإنسان اللي يسمح القاوري يحكم له في البنك المركزي ويسمح القاوري هو اللي يتولى شريان القمح وهو اللي يتولى المصروف وهو اللي يتولى التعامل مع المدينية وهل أه هل الاخ يسال هل هناك شروط لانتهاء الاتفاقيه؟ لا هذا هو سؤالي وهل اذا سقط الانقلاب يعني تسقط الاتفاقيه بشكل اوتوماتيكي ولا ما هي؟ يعني. اذا سقط الانقلاب ما هما هما ديما عندهم بلان بي اذا سقطنا الانقلاب انقلاب باش يخلوا توانسه وطنيين يجوا للحكم ممكن يجيبوا عبادهم ناسهم فهمت كيفاش؟ لانه هو الحكم هذا النظام هذا باطل بحكم المحكمه محكمه العدل الافريقيه. بحكم محكمه العدل الافريقيه النظام قيس سعيد نظام خارج على القانون. لانه لانه محكمه العدل الافريقيه اللي هي جزء من القضاء التونسي تقر وتقرر انه النظام التونسي الموجود الان نظام غير شرعي. آه هذايا بالنسبه للـ للـ للانتقال آه شو اسمه للميزانيه الميزانيه الدوله والمديونيه والبنك المركزي هذا كل سلم للاوروبيين الهجره الهجره انه حرب على التوانسه راه والله نعرف توانسه مش مش بالمئات ومش بالالاف عشرات الالاف مطيشين في كل اوروبا كل واحد كيفاش يدبر في خبزته في وعشرين دولة زواولة فيهم اللي بات في التران فيهم اللي بات تحت قنطرة مقابل باش يلم شوية فلوس يبعث لدارهم باش يعيش عائلته باش يتكربص ويعمل حتى لين يدبر وراق هذوما كلهم قيس سعيد بجرة قلم حكم عليهم انهم كلهم يرجعوا يرجع لك واحد عنده خمسة وعشرين سنه في فرنسا شفتها يعني؟ ويرجع هو وليداته يبقوا في فرنسا ماشي في تدمير العائلات الحاجة الأخرى حتى اللي كان فيه. عنده عام يا دكتور تو يليت يرجعوا مثلا موقع لك أولادنا وما نسلموش فيهم وبلادهم أولالهم إيه هو شو موفر له هو في تونس كمشي يروح به شو موفر له موفر له سوق باش يخدم موفر له موطن عمل محترم يكفيه حتى رزقه هو, هو, هو يعني ما هو للي يوفر للي بقاه يوفر للي ما خرجوش التوانس اللي ما خرجوش وفر لهم أما اللي خرجت تعمل به بي. الحاجة الأخرى اللي هو اللي هو التعاون الامني اللي باش يقع بين ما بين تونس و فهمت ما بين تونس, و... تونس شسم... والاتحاد الاوروبي بيتو... بين نعم. تونس والاتحاد الاوروبي انه يا سيدي آه... معناها باش يولوا يتعاونوا في موضوع الهجره، اش معناه معناها يعملوا له تليفون يا قيس سعيد ما اعطيناك نحن بطو وعطيناك بطو ركب عليه ستة بولي حرس بحري وهكذا ثم بطو متاع أفارقة خارج من مصراتة في ليبيا ماشي لليونان يمشوا لتوانسة في عرض البحر بعد ما يخرج من المياه الإقليمية الليبية وقبل لا يوصل للمياه الإقليمية الأوروبية يجيبوه يدخلوا لتونس هذا هو الاتفاق هذا الاتفاق الآن باش يولي البوليس التونسي ما عادش تجيه الأوامر من تونس نتاع الحرس البحري باش تولي الاوامر تجي من ايطاليا ومن فرنسا ومن اليونان معناها تجي من اوروبا تجيهم الاوامر اوكا ثم بطوا برو خرجوه وهم كل الاوروبيين كل ما عندهم يوجهوا قمر صناعي على يغطي البحر الابيض المتوسط كله وينجموا يشوفوا فيها اي سفينه خارجه اللي شكوا فيها قالوا توانسا برو جيبوهم لانه الاوروبيين في المياه الدوليه ما نجموش ي... في المياه الدوليه الاوروبيين ما نجموش يعرضوهم ما نجموش يعرضوهم لانه ممنوع عليهم شكون اللي نجم يكسر القانون الدولي وما يهموش دوله متملحة كيما تونس ما معناها <applause> كيفاه ما, ما عندكش الحق ملحة الحركة. معناها ما تخافش من العقوبات مثلا هذا اش تقصد به دكتور يوما فارقه سوداني هارب من السودان ولا ولا من بوركينا فاسو يعني بوركينا فاسو باش تمشي تشكي بيه ولا السودان باش يشكي بيه ما مت 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 متمرد معناها دولة بلا 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 ملة لا لا تحترم قانون ولا تحترم حتى شيء إذا الأوروبي ما نجموش يجيبوهم من المياه الدولية ولما يوصلوا المياه الإقليمية ينطبق عليهم القانون الإقليمي أنا يعني لما يوصلوا المياه الإقليمية نتاع اليونان أو نتاع إيطاليا أو نتاع فرنسا ينطبق عليهم وأوتوماتيكيا تشملهم الحماية نتاع القانون الإيطالي القانون الإيطالي ينجم هو كل واحد يقول له انا ما مش نقدم لجوء ولا 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 انا مانيش سوداني ولا مانيش افريقي وين مش نرجع والليبيين ما يحبوش شكون يرجع لهم ما يخلوا حتى واحد يرجع لهم وقتها شيء يهزوهم يهزوهم لك الكامبات نتاع الهجره ويجيبوا لهم المحامين ويجيبوا ويدخلوا فك المعبوكه وتجي جمعيات حقوق الانسان الى اخره يهوك عنده مجموعه كلاب صيد في تونس قالوا اخرج امشي هزهم هذا هو تو حسب الاتفاق الجديد البوليس التونسي المكلف بحراسه البحر سواء جيش او بحريه هذوما باش يولوا تابعين الأجهزة الاوروبيه الاجهزه الاوروبيه هما اللي باش يقولوا له امشوا ما تمشوش به الان ال 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 هاو قالك معناها ستابيليتي ماكرو ايكونوميك هاو قالك

هما هما باش باش يخطوا كل شيء الاسباب هذه وين وصل شنو هو السبب اللي وصل لانه نحن في تونس وصلنا الى مرحله افلاس غير معلن بمعنى هذيك كأم قسمناها فوصلتنا لأخر درجة. شنو بقى لنا باش نرى الوضعية المالية نتاع تونس، وضعية تصنيف تونس هي دولة في حالة إفلاس غير معلن. وقتاش الإفلاس يعلن؟ وقت اللي يجي واحد يقول أعطوني فلوسي وما نعطوش. هو السعودية جات جات فلوسها. قالت له مش نعطيك قرض باش تخلص به القرض اللي ما عملوش حتى تمديد يا دكتور يعني ها زعما زعما مش نمدوك ب 500 مليون ويظهر لي نسيت الرقم هو 500 اعطونا و... و... 500 اعطونا السعوديه اعطتنا 500 مليون دولار 100 مليون دولار هبه مساعده اي ممكن هذيك تتوجه للخبز لشراء الخبز شراء الفرينه و400 مليون قرض هذه ال 500 مليون كلها فرانك منها ما يدخلش للميزانيه التونسي ما يدخلش لل فرانك منها ما يدخلش للبنك المركزي التونسي انا بشيمشي نمشي من غادي لغادي علاش لانه الاوروبيين ضاغطين على دول الخليج على السعوديه والدول هذه انهم يساهموا في انقاذ الوضع في تونس شنو هو انقاذ الوضع ما هيش نتاع استثمار السعوديه نعطيك فكره فقط السعوديه اخيرا عملت شركه طيران اسمها شركه طيران الرياض بتعرف قداش حطت لها ميزانية؟ ما عنديش فكرة حطت لها 70 مليار دولار <applause> شركة واحدة <applause> اي خليك أنت من 70 مليار دولار وشركة رونالدو بقداش شروه السعودية؟ ما سعر خيالي يعني 700 <applause> احنا حطينا حطينا 500 700 مليون يورو مش مليون دولار 700 مليون <applause> يعني تقريبا مليار يعني 700 مليون يورو معناها أكثر من القرض اللي أعطوه لتونس هذا شنو دليله؟ دليله أني نعطيك أعطيه أعطيه بياكل باش ما يموتش وكاهو باش يقعد يتنفس ما يموتش ما يتنفس بالباي لأنه لأنه هو معروف قيس سعيد معروف من حلف إيران ومعروف اللي هو معناها كان يسب في السعودية وكان يسب في محمد بن سلمان وفي وفي سلمان بيدو وكان يقول انهم ما يلزمش يدخلوا تونس توا قفف 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 ما عنده موصل السعوديين قالوا له انسى هاك الفلوس القديمه كل انسى معناها هذه بالنسبه للميزانيات الان اوروبا باش تعطينا 900 مليون يورو أراه حتى فرانك ماهوش يدخل البنك المركزي ولا فرانك هذوك مش باش يعملوا كل واحد يجي حاجته بفلوسه من الاوروبيين يعطوه هكا الافلاس بتاع تونس قاعدين ناجلوا فيه في المقابل في المقابل نحن باش نصلح البلاد احنا توا راهو التوانسه في البنك المركزي وفي وزاره الاقتصاد في وزاره الماليه راهم التوانسه موظفين عند الاوروبيين القرار كاملا كاملا القرار بكله بيد الاوروبيين هذا حسب اتفاقية قيس سعيد الصادق بايم تاع تونس تاع 23 وعشرين تاع الفين اللي من غير اللي من غير عسكر فهمت هذايا هو والجنرال ميلوني في عوض بريار بريار دريار ولا كله مستعمل كله والله إنه. هو هو على الاقل هو تحت التهديد الافلاس هو ما يحبش يظهر امام الدو... امام التوانسه انه جاب شنقص تونس من 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 الخطر الداهم 25 جويلي 2021 بعد عامين الحصيله كارثيه الوضع أسوأ حتى من وقت الكورونا و... واصبحت الدوله مهدده بالافلاس هو الاتفاقيه هذه ميلوني انقذتهم الافلاس بصراحه بالاتفاقيه هذه لكن مازلنا نسمع ما احنا في الاعلام العار للاسف والاعلام حتى الصفحه هذه نتاع الرئاسه انه خزينه الدوله متاع تونس امتلات بالعمله الصعبه بسبب تحويلات المواطنين بالخارج وسياحه عندنا قداش من مليون سائح و... وتجاوزنا ارقام قياسيه والنزول ظلم الان وهذه الامور ها وين الكلام هذا كله الكل يا دكتور هو هو من ناحيه المواطنين بالخارج هم اللي سادين البلاد معناها الدولة هزينها مواطنينا بالخارج مازال شوية اللي نتحركوا به واللي نتنفسوا به هو تحويلات التوانسة اللي في الخارج لكن هذه وحدها مش كافية مش كافية باش تقوم لك باش تقوم لك دولة الأخ يقول هل تزال عندك فكرتك العجيبة وهي تفويض الحكم للعسكر أعطيني حل لها. اعطيني هو, هو الناس خايفه متخوفه ياسر من حكم العسكر وما عندهمش ثقه في حكم عطيني العسكر اعطيني اعطيني انت حل اخر هو العسكر الان هو اللي حامي المسار هذا لكن شكون العسكر اللي حامي المسار هذا؟ العسكر الموالي لقيس سعيد وموالي لايران وموالي العصابه المتشيعه هذه العصابه وايران قاعده تتاجر بينا بتونس في ملفها مع في مفاوضاتها مع مع الاتحاد الاوروبي هذايا اللي اللي يلزم نعرفوه انا ما ريتش حل اخر الثوره الشعب عمره لا ماشي يتحرك لانه الشعب... عليه دكتور عليه الشعب ما يتحركش و... وخاصه ها توا سعر القمح طلع و... وإذا يس... يطلع سعر الخبزة الله غالب هو ما تحركش الشعب على كرامته يمكن يتحرك على الخبز عام, عام 84 وقت البرجيبة زاد في الخبز شعلنا الدنيا تونس كلها وقفت وبرجيبة حصرناه في في كان راجع من المستير حصرناه في في مطار قرطاج ما خرجش من غادي ما نجمش يخرج من المطار. انا وقتها كنت صغير على موتور في في روتيكس خرجنا من حي التضامن سكرنا لهم ال... سكرنا لهم ال... من جهه المنزل ما نجمش يتحرك. الان مش الخبز غلاء الخبز ما ثماش. ما تحرك حتى واحد، مش باش يتحرك. لانه وعلاش السلبيه هذه يا دكتور شنو اللي تبدل في شعب لأن الشعب التونسي من هذه لانه الشعب لانه الشعب عمل ثوره وما وما جاه من وراها حتى شيء ما ما استفادش منها معناها آه تتخمر الثورات الشعوب ما تقومش كل يوم مش كل يوم تقوم فيها في ثوره لان مش عصابه مسلحه مش, مش مجموعه مسلحه تجاه الاوامر وتخرج الحل اعطيني الحل احنا رانا في مسابقه مع الزمن الاتفاقيات هذه باش تولي ملزمه راهو فرنسا كي دخلت في 81 والصادق بيع عمل الاتفاقيه كي خرجت في 56 راهي ما كانتش ناويه تخرج فرنسا ما كانتش ناويه تخرج كانت تبقى كانت ناويه تبقى الى الابد شنو اللي خرجها؟ انه دخلوا في حرب عالميه اولى وثانيه ودخلوا مع المانيا وبعد امريكا قررت انها تنهي الامبراطوريه الفرنسية والامبراطوريه الامبراطوريه البريطانيه وترددهم شكون خرج شكون خرج بريطانيا من من قطر ومن الامارات؟ خرجتهم امريكا علاش لان امريكا حابه تستفرد بالعالم قتلوا أنتم يزي اما اما هي قطر كان عندها جيش حاربت به الجيش البريطاني ولا البحرين عندها جيش حاربت به الجيش البريطاني ما كانش عندها لكن قرار من 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 امريكا نحن شنو نبقوا نستنوا تغيرات عالميه اخرى اللي ماشي يمكن يمكن التاريخ يعيد نفسه يا دكتور ونشوفوا يمكن تطورات في الحرب بين روسيا واوكرانيا والتطورات في الحرب بين الصين وامريكا يمكن هذا الذي سيفرض في الاخر يفرض الواقع وتتحرر دول بعد ما تتبدل المعادله العالميه هيك ونحن قيس سعيد <applause> قيس سعيد والعصابه نتاعهم يستنوا المهدي المنتظر ونحن نستنوا نستنوا <applause> الحرب العالميه الثالثه ولا الثالثه لا قدر الله هذا هو هذا هو المصيبه انه هذه هذه ها نقولها للتاريخ هذه اتفاقيه قيس سعيد مع ميلوني مع الاتحاد الاوروبي هذه اتفاقيه العار هذه اتفاقيه بيع تونس الامن التونسي باش يولي يخدم باوامر مباشره من الاوروبيين البنك المركزي ووزاره الماليه ووزاره الاقتصاد والتنميه والاستثمار كلها باش تكون مباشره تحت قياده الاوروبيين، البنك المركزي التوانسه باش يكونوا فيه مجرد موظفين، موظفين يجيبوا التاي والقهوه، الاوامر والقرارات تجي من برا، سعر الدينار يحدوه هما لبرا، كل شيء حدوه هما بالنسبه للهجره تونس هي الان باش تكون مصب لهجره الافارقه كلها. هي الوطن البديل، هي فلسطين الاخرى. التوانسه اللي عايشين لبرا باش يدمرهم قيس. باعهم باعهم في سوق النخاسه. بدون اذنهم بدون مشاورات الاتفاقيات اللي باش تجي بعد هذا الاتفاقيات التطبيقيه لمذكره التفاهم باش تكون اتعس واتعس باش تكون اتعس واتعس وهذا وهذا اللي شفناه وما خفي كان اعظم هذا اللي شفناه وما خفي كان اعظم وما خفي كان أعظم للأسف يعني بصراحة آه والله لو كنت تصور انه الانقلاب باش يوصلنا لهالدرجه هذه يعني كنت يمكن اقصى قلت اقصى ما يصير انه نرجع للاستبداد نتاع بن علي والاستبداد والله متعبن يا متعبن متصفح انا متصفح أنا, كنت انا تكلمت عليه الكل قلت هذا عم. كله راه باش يقع هذا كله قلت عليه وقلت باش يقع وهاني قلت لكم راه مازال باش يقع اكثر ما سيقع مازال اكثر اذا 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 طال اذا طالت مده الانقلاب <تصفح> مشكله والله فعلا وحتى سياسيين عازين يعني سياسيين معارضين وغير المعارضين وللاسف يعني لما امسك الحكم مع قاموش بالتغييرات المطلوبه اللي تخلي الشعب يثق في الثوره نتاعه ويتبنى الثوره بالشكل الكافي دكتور كلمه الختام للشعب التونسي ودائما انت عندك كلمه ختام ايضا اصبحت للقيادات العسكريه او الشرفاء في الـ في الـ في الـ في او من من الاطارات التونسيه سواء كان في العسكر او في الوزارات او في الادارات رساله لهؤلاء باذن الله شوف العسكر لازم يعرفوا انهم هم المسؤولين رقم واحد على كل اللي صار في تونس وقيس السعيد ما كانوا اكبر جبان اكبر خواف في طول ايام بن علي كان مؤيد البن علي وكان لسادك يعملوا اضراب يمشي هو يمشي هو يقرب باش ما يكسر الاضراب كان معروف انسان جبان خواف متركن فهمت آه باش استأسد استأسد بالضيف وبالغول اللي هبطوا الدبابات اللي شروها التوانسة بفلوسهم وبدمهم هبطوها باش سكروا بها البرلمان وسكروا بها قصر الحكومة وسمحوا في سابقا ما تجيش سمحوا انهم بلا عندك اللي يمسح في الصبات حطها للتوانسة الصورة إيه اللحظه لحظة بركة دكتور. أيه. وللأسف وللأسف سمحوا أنه رئيس حكومة تونسية يجوا ضباط مخابرات مصريين يعتديوا عليه بالكف. يعتديوا ويضربوا فيه بالكف في قصر قرطاج، في قصر الحكم. المشيشي كلا الكف من عند المصاروة في 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 قصر الحكم والعسكر نتاعنا واقفين. راهو أنتم هما السبب. نجم تكبرها شوية نتاع العار. هذا هدايا هدايا السينوف الهدية سينو الهدية القنصل السابق نتاع تونس في لندن نعرفه معرفة شخصية ويعرفني معرفة شخصية ولما كان هو قنصل كان وزير الخارجية سينا بيل عمار اللي زارني في المكتب نتاعي زاروني الاثنين في المكتب نتاعي وتحدثنا كيفاش نجموا نوفروا معناها نهزوا رجال اعمال ونطوروا وننشروا معناها على تونس وسمعتها والى اخره سينوفل هدية من تطوين نقول يا سينوفل عار جماعة الجنوب معروفين بخشمهم ومعروفين بالكرامة عار أنك قدام العالم قدام قدام كاميرات العالم شوف شوف هذا كيفاش يخزر شوف هذا بن زايد كيفاش يخزر تمسح في صباط في صبات واحد جلف ده هو ده. هو جبد الورقه هذيك اللي تدل وين تونس يعني يزم يقف رئيس تونس هو حب يجبدها لكن الرؤساء الكل يا دكتور على الورقه هذيك يعني ما نعرفش علاش هو الوحيد اللي مشى يجبد في الورقه ما فهمتش انا. يعني. يجبد ولا ما يجبدش ما يجيش ما يجيش ما ما, ما دخله غادي غادي رؤساء ورؤساء الحكومه هو شو موصلوا اصلا يعني. فهمت انا والله للاسف للاسف هذا هذا اللي هذا اللي قاعد يصير هذا هو اللي قاعد يصير شوف انا دبلوماسي تونسي يوصل روحه لهكا انا ديما نصيحتي يا عسكر تونس راكم مسؤولين على هذه الجريمه هذه خيانه لله ولرسوله وللمؤمنين وللتوانسة وللوطن إذا ما وأنتم تمنوا بالوطن هذه أكبر خيانة للوطن هذه المعاهدة نتاعكم بعتوا بها تونس عاشت تونس صرنا مستعمرة من المستعمرات بلا حقوق لأنه حتى حتى في الاستعمار عنا, عنا, عنا حقوق هذا باع وراه قيس سعيد ما كان ينجم يعمل حاجة من غيركم أنتم يا عسكر وأنتم اللي بعتوا تونس والتاريخ سيكتب وسيتلعنكم الأجيال ستلعنكم الاجيال وانا نقول اخلعوا المجرم هذايا ورجعوا تونس للصراط المستقيم وانا مانيش النادي بحكم العسكر انا النادي انه العسكر كيما حطوه لان العسكر هم اللي حطوه راو راو هو ما جابش حكم المحكمه ولا اجراء دستوري سكر به البرلمان وسكر به قصر الحكومه راو جاب العسكر ودباباتهم انا راني اللي نطالب انه العسكر ودباباتهم يخرجوا دباباتهم من غادي ويهزوهم للمجرم هذا يكتفوه ويحطوه في الحبس وشدوا الحكم فترة معينة وبعد يسلموها للشعب لأنه ما نحبوش زاد فوضى تنجر عليها فوضى، حاجة الأخرى شنو؟ أنا ضد أنه أي عنف في تونس لأنه العنف في تونس باش يفيد إيران وميليشياتها ويفيد قيس وهو يبحث عليه ليل نهار أنا ضد العنف أنه الشعب باش يخرج يعيط مستعدين يقتلوه مو نقابلكم بوابل من الرصاص هذوما الميليشيا اللي عند قيس الآن مخترقه الجيش ومخترقه الداخليه مستعدين يقتلوا الف تونسي 2000 5000 10000 ما عندهم حتى مشكله انهم يقتلوا تونسي انا نتمنى انه ما يقعش ما نحبش نشوف حتى تونسي ميت انا نحبهم العسكر يدخلوا يهزوه كالفار ك... ويرموه في الحبس ينظموا البلاد وبعد يشرفوا على الانتخابات وترجع البلاد تمشي كما كما بلدان ربي نحن من الشعب شعب عاجز ولا ناقص هذا هو اللي نقول فيها نعم بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات والله حلقه يعني مؤسفه جدا وحزينه انه نشوف مستقبل تونس بهذا السواد والله يا والله يا ربي يهدي يعني مشكله كبيره بصراحه نسال السلامة لتونس وان شاء الله يعني شرفاء الوطن سواء كانوا من عسكر وغير العسكر يقوموا بواجبهم للدفاع عن الوطن ما هما وحتى يعني معروف اللي هما حصن الوطن الاخير يعني اذا اذا قائد السفينه مخبول او مجنون على العاقل انه ياخذ الب... ب... ب... بزمام الامور وينقذ السفينه من الغرق. آمين. آه دكتور بارك الله فيك اشكر, أشكر الساده المشاهدين على المتابعه اللي لي... آه قعدوا معنا في اكثر من ساعه ونصف آه بث اذكر آه الساده المشاهدين انه برنامج منبر الاحد اسبوعيا كل يوم احد الساعه العاشرة ونصف ليلا وانتظرونا غدا في حلقه خاصه ب بذكرى 25 جوليا 2021 في ليلة ندوة سياسية نضالية مع كل من الأستاذة إيناس حراث الأستاذ أحمد الغيلوفي الدكتور لامين البعزيزي والأستاذة خلود التومي في ندوة للحديث عن حصاد سنتين وستكون الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لبرنامج حصاد 25 مع الأستاذ منصف زيد وصلنا إلى نهاية البرنامج، ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.